في الأربعين إنها زحفا إليك جئنا، في الأربعين إنها زحفا إليك جئنا، صرخاتنا تعالت آه حسين حزنا، لبيك يا حسين يا سيد الأحرار، الأربعين سيف النصر للثوار، يا ثار الله يا ثار الله، لبيك سيدي يا ذبيح الله. طريق الحسين طريق الجنة، طريق زينب، احنا جايين من الناصرية لهنا بهذا الطريق، احنا عارفين شنو بالطريق هذا، عارفين مؤمنين بان السيدة زينب، ان نحن نسير مع السيدة زينب. دور المرأة اللي حسيت بيه وشفت بالمواكب وشفت هاي المرأة بكل الاعمال قامت بها، كل الاعمال من طبخ، من تقديم الخدمة للزائرات، اخواتنا اللي جايات من البصرة، اللي جاياتنا من الناصرية، اللي جاياتنا هسه انا بالمواكب كل ما ادخل اشوفهم، قسم من عندهم بالتمريض، قسم من عندهم بالطبخ، قسم من عندهم يقدمون الخدمة، قسم بالتعزية. اذا رجال نساء الكل جنود مجندة للامام، للامام الحسين. كلنا نقول فداك يا حسين، كلنا نقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، نحن معك سيدي ومولاي، نحن معك سيدي ومولاي. اختي الفاضلة، بما ان احنا قبل اللقاء يمكن انت انسانة تربوية مو ومديرة احد المدارس، ما هو نصيحة الأخت الفاضلة خادمة الحسين للإخوة الزائرات اللي يسيرن بهذا الطريق؟ هل هناك من نصائح لأخواتك؟ نعم، اللي يأتي من النساء، اللي تأتي من النساء، يجب أن تتقلد بأخلاق السيدة زينب، بأخلاق السيدة زينب. الحجاب أختي، الحجاب أهم شيء، حجابك أهم شيء، حجابك، وتخلقي بأخلاق الزهراء، تأسي مع زينب، تأسي. نحن كلنا فداء لزينب، نحن كلنا فداء لزينب. زينب والصغار في الموكب الحزين، هم أول المشاة بيوم الأربعين، بيوم الأربعين. الحوراء لولاك ما كانت ثورة عاشوراء، يا ريم سهرة فخلانا.